السلام عليكم. هنبتدي ان شاء الله النهارده بقى نستكمل الجزء اللي فات في المقدمه بتاعه الانجليش فور يو هاو تو سبيك انجليش ويل. زي ما وعدتكم بقى الفيديو السابق قلت لكم هنتكلم بقى على الحروف الساكنه الكونسونانت. تعالوا نشوف الحروف الساكنه هنتكلم عنها ازاي. طبعا احنا قلنا بقى في المره اللي فاتت شباب قلنا المرة اللي فاتت إن عندنا الحروف كان 26 لتر، وهنا بقى هنتكلم على 20 لتر كونسنانت وستة فاولز. فهنبدأ إن شاء الله النهاردة مع بعض كده هنشوف الحروف الساكنة. وقبل ما نتكلم عنها بقى تعالوا نشوف هنا برضه زي ما عودتكم بقى اللي هنعمل السيلابو لكلمة كونسنانت. هنطق هنا بقى على ثلاثة سيلابو كونسينانت 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 كونسينانت. فادي الساون بتاعتها او الفوناتيك نوت. قلنا بقى في البريتش ده هيبقى هنا عندي البريتش انجلش او اليو كي. فهي ده الساوند او الفوناتيك بتاع كلمة هنا بقى اللي هي الحروف الساكنة كونسينانت كونسينانت كونسينانت. تعال نجيب لون تاني هنا بقى ونقطعه برضه هنا كونسينانت كونسينانت. وقلنا بقى ايه برضه في المحاضرة اللي فاتت قلنا على الساين دي بتعني ان احنا هنا بقى ايه نعلي نبض الصوت شويه نعمل ستريس هنا. يبقى نقول بقى كونسينانت كونسينانت كونسينانت. وهناخد ده كله بقى على بعضها الكلمه دي كلها وان شوت او في بقى ايه في نفس واحد كونسينانت كونسينانت. تعالوا بقى نبدا بقى ايه بسم الله كده بقى ايه اول حرف معانا هنا في الحروف الكونسينانت. هو الحرف هنا معانا هنا بقى الحرف بي. اذا عاوز لون تاني كده ايه تعالى نجيب لون تاني ماشي. طيب هنا اول حرف عندي هنا بقى حرف البي ده الساوند بتاعه اهوت او الفونتك بتاعه هنا. احنا هنا طبعا بقى ان الدبل دوت برضه بتاعني بقى ايه لونج ساوند. يبقى علامه الدوت نوت الدبل دوت ديت علامه الدبل دوت هنا بتاعني يا شباب لونج ساوند. يبقى قول بقى بي بي بي. طيب ايه بقى الكلمات بقى الموجوده فيها نفس النوت هنا بقى في كلمه بي؟ عليها عندي نوت كلمه نحله اللي هي بي. تعالوا نجيب بقى هنستخدم بقى هنا يا شباب بعد اذنكم بقى الجرين هنا بقى او البلو ده في اللي هم تو سلاج تمام. فهنا كلمة هنا بي هنا تعني ايه بقى نحلة. تعال نكتب هنا برضه التسلاج اهوت وبعد كده ايه عشان مش كل شوية نجيب اللون تاني بقى سواء بقى كانت نحتاج كلها او جزء منها يعني تمام. تعالوا بقى نبدأ هنا ايه بقى في كلمة هنا كلمة بي هنا بقى دي تعني بقى اللي هي الفلاين انسنت انسكت فلاين انسكت حشره طائره اللي هي طبعا النحله هنا. يبقى ده الساوند بتاعتها بقى هتبقى برضه نفس الساوند ده بي بي سمول اي سمول دبل دوت. هي نفسها على كلمه وزن ايه بقى او الساوند بتاع بي. يبقى هنا بي يبقى هنا الدبل بقى الدبل اي هنا تعني بقى اي اي. يبقى هنا بي 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 فيها ساوند شويه. طب هنا كلمة بقى بيتو بيتو اللي هي الخنفساء طبعا دي برضه حشره انسكت ولكن ما بتطش. بيتو هتبقى برضه بني بقى بي اي سمول دبل دوت وتي سمول ال بيتو بيتو بيتو. اخر بقى كلمه معانا بقى كايه يعني كان سيمبو
للساوند بي هنا كلمة بقى بيف. هنا برضه يا يقصد بيه هنا بقى الدبل اي هنا هتبقى اي. يبقى هنا بقى كلمة برضه بيف هتبقى بي سمول اي كابيتال دبل دوت هنا بقى حرف الاف. وطبعا بيف هنا تعني هي الكاو ميت لحم البقر كاو ميت. طيب تعالوا بقى ايه نظبط دي شويه كده بقى عشان خاطر هنرجع بس الحرف ده هنا جنبها كده او السلاش دي جنب كل واحده على اساس تبقى مناسبه معاها. هنقول هنا ايه نجيب اللي البلو بتاعتنا. يبقى هنا كده بقى بدي الساوند بتاع كلمه بي نحله. ده الساوند بتاع كلمه كونفساء بيتل. ده الساوند بتاع كلمه بيف بيف لونج ساوند. ها زي ما قلنا من شويه بقى ده لونج ساوند. تمام لونج ساوند لونج ساوند. الحرف الثاني اللي معانا بقى ان شاء الله اللي هو حرف السي ده برضه لونج ساوند. سي 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 سي. هنا بقى الحرف السي هنا زي ما احنا شايفين بالقطر هنا عندي هنا اس. هناخد بعد كده ان شاء الله في محاضره ثانيه بقى في بعض الحروف لها نطقين. فكلمه سي هنا ممكن تبقى اس او ممكن تبقى حرف الكي او الكي بقى النطق بتاعت صحيح الكي. فهنا هنتكلم عن كلمه سي بس هنا. وطبعا في محاضره ثانيه زي ما قلنا ان شاء الله هنتكلم بقى امتى تنطق اس وامتى تنطق كي وبتكلم على الحرف السي. فالساوند بتاع حرف هنا السي دوت اهو سي سي. طيب زي كلمة ايه بقى عندنا بقى؟ هنا كلمة سيل هنطقها اس هنا سيل بس هنا مفيش مد هنا بقى هتبقى سي عد يبقى اس اهيت. يبقى هنا سي قلبتها اس وحرف اي سمول عادي اللي هو دوت. وفي نفس الوقت طبعا ايه السمول ال انا فوق كنت كتبت يا شباب بلون تاني. طيب اعذروني بقى هكتب هنا ايه بقى هعمل كده السلاج الاول دبل سلاج وبعد كده ايه نجيب اللون اللي كان خاص بيه الفوناتيك اعتقد هو ده. طيب نمسح دي بقى كده هتبقى دي بقى شباب بقى كلمة سيل. هنا قصدت بنقصد بيها هنا بقى اللي احنا هنتكلم على السي هنا ننطقها اس هتبقى هنا الفوناتيك بتاعتنا بقى سيل سيل. هنا طبعا في النقطة هنا بتاع كلمة سيل ما فيهاش مد هنا. طيب الكلمة التانية هي بقى كلمة سيمنت سيمنت هنكتبها هنا برضه تبقى عندي الاس هنا هتنطقها هنا ايه بقى زي ما قلنا هنا كلمة سيل اس برضه اس اهيت هنا اس وبعدين هيبقى الاي هنا حرف كابيتال عشان انطقها مظبوط سيمنت. ودي عامل زي الاي المقلوبه يبقى دي اسمها بقى سيمنت. هاجي هنا بقى اعمل حاجه بقى مهمه قوي بقى يا شباب احط عندي هنا بقى ايه الساين ان انا اعمل بقى ايه ستريس على المقطع الاولاني الثاني بقى اقول بقى سيمنت سيمنت. اعمل هنا بقى ايه الفاوز عندي نوت ولا الفويس عندي نوت هيعلى شويه هنا بقى قول بقى سي مانت سي مانت سي مانت. اعمل هنا ويك وبعدين اعمل هنا بقى ايه بقى ستريس سي مانت. يبقى الحرف الثاني الحرف الثاني اهوت معايا اللي هو حرف السي هنا طبق اس هنا هو اسمه في الساوند ده سي فلونج ساوند. هنا الكلمه الاخيره معانا هنا بقى كلمه هنا ايه سنتا 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 هتبقى عندي هنا ايه حرف اس برضه يبقى السي هنا انطق هنا ايه بقى حرف اس وبعدين الاي زي ما هي والان طبعا زي ما هو او زي ما هو الحرف الان وبعدين التي بعزوكم بس هي همسح دي شويه كده عشان نبعد عنها شويه سنتا. يبقى هنا الكلمة دي بقى يا شباب ديت سنتا
خد بالك كده بقى، هنحط هنا بقى معانا ايه، نعمل استرس على اول حرف هنا إيه اس، يبقى اقول بقى سي سينتا سينتا سينتا، اعلي هنا عند الحرف الاس هنا اقول بقى سينتا. خد بالك كده بقى دوت هون عليه ده بقى دوت البريتش، ها سينتا. لكن الامريكان طبعا هيجي يختلف بقى، قلنا عشان حرف بقى الار هينطق هنا بقى ايه. اولا عامة الامريكان هيعملها في السبيلنج مختلف شوية، في السبيلنج يا شباب ايه هيعملها اختلاف شوية، هتبقى عنده هنا بقى اس اي ان تي اي ار، هيعكس هنا بقى الار مكان الاي، وفي نفس الوقت هينطبق سنتر سنتر. طبعا ده مش هنخوض فيه كتير بقى، هن برضه ان شاء الله هنحاول نعمل مع بعض ان شاء الله يا شباب محاضرة تخص بقى زي ما قلنا الديفرنس بتوين الامريكان اند البريتش، لكن هو طبعا اختلاف بسيط يعني مش جوهري. يعني انت عاوز تقول هنا بقى في الكلمة دي بقى، لو انا حبيت انطق دي بقى از يو يو اس او امريكان بريتش، حط هنا ايه بقى سمول ار هنا فوق بحيث انطق معاه اقول بقى ايه سنتر سنتر. لكن احنا دلوقتي في صدد بقى بنتكلم على البريتش، فهتبقى معانا ايه بقى يا شباب سنتا سنتا سنتا. وطبعا دي اللي قلنا بقى دوت الامريكان في السبيلنج حتى كمان يعني في الايه في الرايتنج. طيب نمسحها دي برضه عشان ايه ما نعملش لخبطه بيها، احنا بس عرفنا ان دوت هنا ايه السي هنا برضه تنطق هنا شباب ايه حرف الاس. الحرف اللي بعد منه بقى لو حرف الدي، هنا شباب مين حرف الدي هنا برضه لونج ساوند دي دي. طيب ازن وورد اوف ديب، كما لو كان في كلمة هنا بقى ديب ديب. وهنا برضه عندنا كلمة ما دين، وهنا عندي كلمة دريم. تعالوا نجيب اللون بقى لنعبر عنه بالفوناتيك. هنا قلنا هنا بقى طبعا ده حرف اسمه دي، وده برضه لونج زي ما قلنا عشان ده برضه دايما، يبقى ده حرف اسمه دي دي دي، هيبقى عندي هنا دي سمول دي والاي دبل دوت، اجي اكتب هنا بقى حرف البي، يبقى دي اسمها بقى ديب 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 اب ديب ديب. هي يعني طبعا البي هنا فور بن، يبقى ديب ديب. الكلمه اللي بعد منها كلمه بقى دين، يبقى عندي هنا برضه هنا بقى في الساوند هنا بقى الدبل اي هنا قلت عليها بقى ايه حرف هنا ايه الاي سمول دبل دوت، فده حرف مادي هنا لونج ساوند ديب ديب. الكلمة التانية اللي معانا هنا بقى كلمة دين، برضه هنا الحرف الدي زي ما هو سمول اهو والاي سمول، حتى كاتب على بعضها ايات ماشي، وادي الدبل دوت اعمل هنا بقى حرف الان زي ما هو، يبقى هنا اسمها دي بقى دين. طبعا كلمة هنا طبعا دين هنا يوصف بيها المعنى بتاعها عميد الكوليدج او عميد اليونيفرستي، عميد الجامعة ده مصطلح طبعا يطلق على عميد يعني وليس تهب في الجيش، يعني ده في اللغة الإنجليزية في اللي في ال... ده اللقب عميد الكلية، يبقى ده الدين. ومعنى الكلمة الأخيرة بقى كلمة دريم، دي سمول اي سمول دبل دوت ديم، يبقى مكان بقى الاي اي هنا وات الاي اي وبعد الار زي ما هي عندنا بقى سوري سوري، ده يبقى تبقى دريم هنا بعد الار، يبقى هنا بقى شباب يبقى عندي دريم هتبقى دي وبعد كده الار هنا،
I small double dot M dream 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 and so on. يبقى نقول هنا بقى كامل بقى ديب دين دريم. تعالوا نظبط دي بس بعدكم شوية اللي هو بس السواء اللي هو الحرف الخاص بالكلمة اللي قلنا عليها اسمها السلاج بتاعت ايه بقى الفوناتكس. طيب هنا بقى بعد كده الاف عندي هنا الاف يعني ما لهاش حاجة واضحة او ومجرد هو حرف يعني طبعا انا ساكن عادي لكن كلماته مش يعني مش كتير اصلا وما فيهاش اختلاف عشان نتكلم عنها يعني. فده حرف الاف اهو اف ده الساون بتاع الاف اهو. يجي بقى الحرف اللي بعد منه بقى حرف هنا بقى ايه وده هيبقى الحرف الاخير عندنا في محاضرة النهارده اللي هو بقى ايه جي جي جي. يعني شوف هنا بقى كده بنقول بالظبط كده بقى ايه بنعطش حرف الكيم في اللغه العربيه زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت. جي 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 جي. وطبعا الحرف هنا بقى الجي هنا احيانا برضه ايه زي الحرف السي لو تو ساوند مره يبقى ايه بقى كلمه جي زي ده بالظبط كده ده اللي معانا اهوت ده النوت بتاعه جي او جي. وده هناخد وقت بالتفصيل بقى هنا ايه من كلمة الحرف الجي مش الجي. فمرة تانية ان شاء الله بعد عن كلمة الحرف ايه بقى انت تنطق جي زي كلمة جيت تمام جن مسدس بوابة جيت اند سو اون. لكن احنا بنتكلم النهارده عن مين يا شباب بقى على الجي. فده برضه ايه لونج ساوند. خد بالك برضه دايما لو قلنا الحرف اللي بعد منه دبل دوت يبقى ده حرف ايه لونج ساوند. يبقى انت دي تاني بقى جي جي جي. طيب اذن في كلمه ايه بقى عندي هنا كلمه تعال نحط بقى السلاج زي كلمة عندنا بقى جينس ده تنطق هنا بقى يا شباب جينس يبقى انطق على تو سيلابو جينس. هيبقى عندي هنا الدي سمول اهو والعلامة دي بتاعت الجي اهيت والاي دبل دوت بنقول مين بقى جي. وبعدين نعمل هنا ايه بقى نحط الان سمول وهنعمل بقى ايه اس نس. يبقى دي اسمها ايه بقى يا شباب جي نس. انا برضه سوري معلش برضه يا شباب كتبتها برضه ايه بنفس اللون بتاعتها تعال نكتبها تاني. طيب تعالى نحط هنا بقى ديت برضه عشان ما نرجعش تاني بقى نقفل ايه بقى السلاج بتاعتنا اخر حاجه يعني. تعالى نكتبها تاني بقى بنفس اللون تمام هتبقى قلنا عندنا بقى باللون ده قلنا هنا بقى عندنا اهي دي سمول اهو جي كل ده في حرف الجي بس جي جي نس دي بقى الاي مقلوبه اس طيب ما ننساش هنا بقى هيبقى عندي نوت في عندي نعمل ستريس على كلمة الجي هنجيب اللون الأحمر أهو هنا يبقى أعمل هنا يبقى ستريس على أقول بقى جي جي أعمل هنا ستريس شوية الفويس بتاعك يعلى شوية علي التون بتاعك شوية جي ناس جي ناس جي ناس نخطفها بقى إيه أو نقولها بقى في وان شوت في نفس واحد لايك ذات جينس جينس جينس
تعالوا بقى الكلمة التانية بقى، هنا عندنا كلمة إن إيه؟ جيراف. كلمة جيراف هنجيب برضو اللون بتاعها، يبقى عندنا برضو إيه بقى؟ الحرف تشيسبون، والحرف ده بتاع حرف الجي بقى هنا، بس هنا بقى مش هتبقى في عندي مد جي اي سمول هنا بقى، مش ده اي سمول، سوري هنا اي كابيتال، مش همد ده هنا بقى، جيراف جيراف مش جي راف، لا هنا ما فيهاش فيها مد هنا بقى. وبعدين اكتب هنا كلمة بقى راف الار، وبعدين الاي سمول والدبل دوت وحرف الاف وكده، ايه اقدر اقفل مين يا شباب بقى البراكت بتاعنا او الساوند اللي هو الاستاج بتاعتنا. هنلاحظ هنا معانا يا شباب هنا بقى ان في نوت ستريس في المقطع التاني بس، فاقول هنا بقى جي راف جي راف جي راف، هنا قلنا مش في مد بقى، دوت حرف الاي كابيتال اي كابيتال ومفيش دبل دوت، لكن الحرف نفسه كساوند فاللغه الانجليزيه في مادة اهو جي اللي هو ده، ها جي، لكن في الكلمه هنا بقى جيراف او لا جي راف جي راف جي راف جي راف. تمام يا شباب، نقطه تاني بقى هننطقي بقى على تو سيلابو، هنا ننطقي على تو سيلابو جي راف جي راف. هنا في الساوند الاولاني في البارت 1 هنا اهوت في الكلمه هنطقها بدون مد جي وبعدين ويك جي وبعدين اعمل بقى ستريس راف 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 جي راف جي راف جي راف. هنا بقى الحرف هنا الايه بقى معاه ده بالظبط اهوت ده لونج ساوند، يبقى اقول بقى راف 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 جي راف جي راف اند سو اون. تعالوا بقى في الكلمه الاخيره هنا بقى في الساوند بتاع الجي، هنا كلمه جينرال جينرال، هنجيب هنا برضو اللون بتاعنا بقى في علامات الساوند، هكتب هنا ايه بقى الدي سمول وادي اللي هي الثلاثة هي بتاعنا برضو حرف الجي، وبعدين حرف الاي سمول عادي اهوت والان والاي المقلوبة والار والاي والال. تعالوا بقى نقفل الكوز بتاعنا بقى اللي هم التو سلاش. طيب هنا بقى تعالى نعمل ايه بقى السيلابو بتاع جينو، نطلع على كام سيلابو؟ ثلاثة. نجيب لون الاحمر بقى هنا، اول حاجة عندي نوت جي نا رو جينو. طيب هنعمل ستريس بقى في الاول المقطع عندي، هنعمل ستريس نحط هنا ايه بقى، قلنا على علامة الساون بتاعت الستريس هنا تبقى ابر اللي هي الهاي، هنا هتبقى عندنا بقى جينارو جينارو جي جينا جي نا رو جينارو. وقلنا بقى الاي ال والال اي وكده بنقول عليها بقى او، مفيش ال هنا تبقى جينارو. يبقى انا اعمل هنا بقى في الحته دي بقى اعلي الصوت نوت في النبره ديت في الاول خالص بقى جي جينارو 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 جي نا رو جي نا رو جينارو. هنا نعمل بس تلبس علينا جينارو جينارو وكده. يا شباب بقى يكون انتهينا من هذا الفيديو. Until we shall meet again. Thank you for watching and don't forget to subscribe
and share for all your friends and thank you وشكرا يا شباب على حسن المشاهدة وإلى بقى نلتقي بقى يا شباب في فيديو قادم إن شاء الله دمتم يا شباب في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.